حبيبتي، ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الجزائريين عن طلب إعادة مباراة الجزائر الكاميرون بسبب الظلم والمؤامرات، وفي وقت ملف الطعن الجزائري لم يتم الرد عليه من الفيفا، وتلقي الجزائريين الدعم من عدة مشاهير حتى من ميشيل بلاتيني، فاجأ اليوم اللاعب الجزائري السابق رابح ماجير الجميع بتصريحات غريبة لصحفية سيفوت الكاميرونية قائلا: ليس بالأمر الجديد أن تفوز الكاميرون علينا. وعن إعادة المباراة قال: إذا فزنا بالكاميرون فهل نريد خوض المباراة مرة أخرى؟ أنا لا أظن ذلك، إنها معادلة متعددة المتغيرات، دعنا فقط ننمو. إذا العديد من الدول ستطلب إعادة مبارياتها، ماذا سيحدث لكرة القدم؟ أبدا، هناك فائز وهناك خاسر.